لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، احنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت على أن احنا نتكلم عن السؤر. الكلام اللي هتكلمه دلوقتي من كتاب الكافي للإمام ابن قدامة في منار السبيل، مش ذاكر السؤر لكن ذكره الإمام ابن قدامة في كتاب الكافي، فهل هنتكلم دلوقتي من كتاب الكافي. السؤر، هنتكلم عن السؤر. ينتظم الأمر في ثلاث أمور. أول حاجة تعريف السؤر، تاني حاجة أنواعه، ثالث حاجة حكمه. السؤر تعريفه هو الماء المتبقي في الإناء بعد الشرب، الماء المتبقي في الإناء بعد الشرب. إنسان بيشرب في كوباية غيره، بعد ما شرب فضل شوية مية في الإيه؟ في الكوباية. شوية المية اللي فاضلين دول اسمهم الإيه؟ السؤر. طيب السؤر ده حكمه إيه؟ المية دي اللي فاضلة دي حكمها إيه؟ دي حاجة. وعندنا أنواعه بقى. أول حاجة سؤر الآدمي، أول نوع سؤر الآدمي. الآدمي ده بيشمل الذكر والأنثى، المؤمن والكافر، الصغير والكبير، والمرأة سواء كانت حائض أو نفساء. سؤر الآدمي. تاني حاجة سؤر ما يؤكل لحمه. سؤر ما يؤكل لحمه اللي هو زي ايه؟ الجمل، خروف، معزة، بقرة، جاموسة. تالت حاجة سؤر ما لا يمكن التحرز منه. ما لا يمكن التحرز منه يعني حاجة بتبقى مختلطة جدا بحياة الإنسان، زي مثلا القط أو الهر، زي الفأر، أو ساعات العلماء بيعرفوها كده تعريف كبير أفضل، القط أو الهر وما دونه في الخلقة. ما دونه في الخلقة يعني اللي أصغر منه في الإيه؟ اللي أصغر منه في الخلقة في الحجم. فكل القطة أو القط وما هو إيه؟ أقل منه في الحجم. رابع نوع سؤر الكلب والخنزير. خامس نوع سؤر سباع البهائم وسباع الطير. سباع البهائم يعني سباع البهائم اللي ايه؟ الأسد، الديب، ثعلب. سباع الطير نسر، الصقر. تمام. سادس حاجة، سادس نوع وآخر نوع اللي هو سؤر الحمار الأهلي والبغل والجلالة. الجلالة، الحمار الأهلي اللي هو ايه؟ الحمار الأهلي اللي هو اللي على طول العربيات كروا اللي ساحبها الحمار. الحمار الأهلي يعني الحمار اللي هو الثاني، الحمار الوحش اللي هو بيكون في جنينة الحيوانات، هو الحمار اللي هي المخطط. الحمار المخطط اسمه حمار ايه؟ وحشي. مش هو ده اللي بيتكلم عن الثاني، الحمار اللي ايه؟ الأهلي. اللي هو
ايوه لو هو بيمشي في الشارع لو معاه اللي هو الحمار تعالى لي حماره بس. البغل معروف. الجلاله اللي هو زي الفرخه ولا بطه ما بتاكلش الا النجاسات، تاكلش الا النجاسات والقذرات. بعد تعريف السؤر الماء المتبقي في الاناء بعد الشرب. كويس. عندنا لا يخلو من ايه؟ لا يخلو السؤر من هذه الاشياء. سؤر الادمي نيجي بقى الحكم كل واحد. سؤر الادمي يعني عندنا انسان ذكر او انثى، مؤمن او كافر، شرب من اناء وفضل شويه ميه في الاناء، حكمه ايه؟ طاهر. يبقى سؤر هذا الادمي ايه؟ طاهر. المتبقي في الاناء بعد شربه يبقى ايه؟ طاهر. طاهر هنا مش معناه يعني طاهر بمعنى الماء، معنى طهور يعني. طاهر هنا بمعنى ايه؟ طهور يعني ممكن اشرب منه، اغسل به حاجه، اتوضى منه، مفيش حرج. طاهر بمعنى هنا طهور. سؤر ما يؤكل لحمه. كل سؤر ما يؤكل لحمه يعني زي مثلا على سبيل المثال بقره في بلاستيكيه كده محطوط فيها ميه، بقره شربت منها ومشت. اللي فاضل في الاناء ده حكمه ايه؟ برضه طاهر. سؤر ما لا يمكن التحرز منه زي القطه، شربت القطه من اناء وفاضل الميه، سؤرها برضه حكمه طاهر. سؤر الكلب والخنزير. الكلب والخنزير، كلب ولغ شرب من اناء وفاضل الميه بعد ما شرب هذا الكلب، سؤره الميه اللي فاضله ديت نجسه، يبقى سؤر الكلب والخنزير نجس. سؤر سباع البهائم وسباع الطير فيها روايتان عن الامام احمد. روايتان يعني ايه؟ عن مين؟ عن الامام احمد. الامام ابن قدامه رحمه الله رجح النجاسه، رجح روايه الايه؟ النجاسه، ان سؤر سباع البهائم وسباع الطير فيها روايتين عن الامام احمد، رجح ابن قدامه ان هو ايه؟ نجس. سؤر الحمار الاهلي والبغل والجلاله برضه فيها عن الامام احمد روايتان، رجح الامام ابن قدامه الطهاره. يبقى لو ان حمار شرب من اناء او من حاجه، الماء المتبقي بعد شربه ده طاهر ولا نجس؟ على الراجح انه طاهر. على الراجح انه طاهر. ده سؤر الايه؟ الحمار والبغل. سؤر السباع، سباع الطير وسباع البهائم روايتين ارجحهما انها ايه؟ نجسه. الجلاله فرخه بتاكل نجاسه. فرخه بتاكل نجاسه، بطه بتاكل نجاسه. ودي اصلا ما ينفعش تتذبح الا لما تتعزل تماما عن النجاسه، تبدا تاكل اشياء طاهره لحد ما يتغير لحمها. يبقى نقدر نقول كده بناء على هذا، السؤر المتبقي في الاناء بعد الشرب، اول حاجه سؤر الادمي ذكر او انثى، مؤمن او كافر، حكمه طاهر. سؤر ما يؤكل لحمه طاهر. القطه وما دونها في الخلقه طاهر. الكلب والخنزير نجس. سباع البهائم والطير روايتان ارجحهما، رجح ابن قدامه ايه؟ النجاسه. الحمار الاهلي والبغل والجلاله روايتان ارجحهما ايه؟ ها؟ ارجحهما الطهار. ده الكلام عن السؤر. اللي هنبدا فيه ان شاء الله الكلام النهارده على باب الانيه. بعد الشيخ ما اتكلم على باب المياه اتكلم على باب الانيه. الانيه جمع اناء، والاناء يعني الوعاء، حله، استكايه، كوبايه. والعلماء ذكروا بيذكروا بعد باب المياه باب الانيه على طول. ليه؟ لان الماء ده يحتاج الى ايه؟ الى وعاء، مش كده؟ الميه بتتحط فيه، لازم تتحط في حاجه، مش كده؟
الإنسان عشان يتوضى عشان يشرب عشان يستخدم المية لازم لها وعاء، حاجة تتحط فيها. الحاجة اللي هتتحط فيها ديت بيبحث هذا الباب في حكمها. فالآنية جمع إناء، وهو الوعاء، وهو ما يوضع فيه الطعام والشراب وغيرهما. الآنية كل الأواني نوعين، إناء نجس وإناء طاهر. نجس إزاي؟ يعني مصنوع من مادة نجسة، عملوا إناء من جلد خنزير مثلا أو من جلد كلب أو ما شابه ذلك، المادة المصنوع منها إيه؟ نجسة. وهذا الإناء يحرم استخدامه استعماله، اللي هو مصنوع من مادة نجسة. النوع الثاني إناء مصنوع من مادة طاهرة، اللي هو الإناء الطاهر، يا إما يكون مصنوع من ذهب أو فضة، يا إما يكون مصنوع من مادة ثمينة يعني غالية، عقيق، ألماظ، جواهر، عاج، حاجات غالية جدا، أو مصنوع من نحاس، من جلد، ألمونيوم وما شابه ذلك. ده هيكون إيه؟ واحد من الثلاثة دول. آنية الذهب أو آنية الفضة يحرم استعمالها واتخاذها. في عندنا استعمال وعندنا اتخاذ. استعمال لأن أنا استعملها أكل منها أشرب منها أكل بيها أشرب بيها، يعني شوكة ذهب معلقة ذهب، شوكة فضة معلقة فضة، سكينة ذهب سكينة فضة، هستعملها في الأكل أو الشرب، كوباية طبق حلة. فهذه ده اسمه ايه؟ استخدام، حاجة هستخدمها أنا يا إما في الأكل أو في الشرب أو في غيره. الاتخاذ أنا مش هستخدمها، لكن الاتخاذ ممكن تبقى عندي بس حطها زينة ديكور، مش ايه؟ مش هستخدمها، لا هاكل منها ولا هشرب منها ولا هاكل بيها ولا هشرب بيها، بس هحطها زينة. طبق ذهب كده يحطوه في النيش عشان يزين النيش، يزين القعدة. أو فضة، فهذا يحرم اتخاذه واستعماله. لا ينفع الاتخاذ ولا الاستعمال. لا ينفع آكل في طبق فضة ولا في طبق ذهب، ولا آكل بشوكة فضة ولا شوكة ذهب، ولا معلقة فضة ولا معلقة ذهب. والدليل من الدليل من السنة هنقول إن شاء الله بإذن الله ليه جاء هذا الشرع بتحريم ذلك. نوع تاني الإناء الثمين. الإناء الثمين إناء غالي قوي مصنوع من مادة غالية جدا، جائز، يعني جائز إن أنا ممكن أستعمله. طيب واحد يقول لك يعني الذهب والفضة ده أغلى منه، ده أغلى منه ومع ذلك ده حرم وهذا لم يحرم، يعني ممكن يكون المادة المصنوع منها ده اللي قلنا جائز استخدامه واستعماله، جائز، أغلى من الذهب والفضة، ومع ذلك الذهب والفضة محرم وده مش محرم، ليه بقى؟ نجاوب إن شاء الله من شوية إن شاء الله. بقية الأواني نحاس، جلد، ألمونيوم، ستلس، أي حاجة جائزة، جائز استخدامه واتخاذه. يتبقى عندنا المضبب بالذهب. لو عندي إناء مكسور كسر، عندي الأول إناء ينفع أطليه بالذهب أو الفضة؟ لا، لا يجوز. المطلي أو المموه، إن أنا واحد يدوب ذهب أو فضة ويغرس فيهم الإيه؟ الإناء ويطلعه، هذا لا يجوز. أو يطليها، يبقى المادة المطلية بها إيه؟ ذهب أو فضة، برضو لا يجوز. طب لو عندي إناء انكسر، إناء انكسر، إناء مصنوع يا إما من مادة ثمينة يا إما من أي حاجة تانية، ينفع إن أنا ألحم الكسر ده بذهب؟ لا، ما يجوزش، ينفعش، غير جائز. طب ينفع ألحمه بفضة؟ ينفع بشروط. ينفع ألحمه بفضة إذا كانت
الفضة اللي هنلحمه بيها يسيرة مش كتيرة، مش يبقى الإناء اتكسر يبقى نصه مكسورة اروح اعمل نصه التاني النص التاني فضة، لا يبقى ايه يسيرة، اللحام بتاعي هيكون ايه يسير. ولغير الزينة، يعني انا مش بحطها مش بلحم عشان ايه ازين بيه الإناء، لا ضبة يسيرة لغير حاجة. طيب ينفع الحمه بأي مادة تانية؟ ينفع أي مادة تانية ينفع الحمه بها بلا حرج. نقول تاني، عندنا الأواني، يا نجسة يا إيه يا طاهرة. نجسة يعني مصنوعة من مادة نجسة، ينفع استخدمها أو استعملها؟ لا يحرم. الإناء الطاهر يا إما يكون مصنوع من ذهب أو فضة، يا إما يكون مصنوع من حاجة ثمينة، مادة ثمينة جدا غالية جدا، يا إما مصنوعة من المواد العادية النحاس والألمونيوم والاستانلس والجلد والحاجات زي كده. الذهب والفضة يحرم استعماله واتخاذه، لا ينفع معلقة ذهب ولا معلقة فضة ولا طبق ذهب ولا طبق فضة ولا غيره. الإناء الثمين جائز ينفع استخدمه، أو سواء أكل فيه أكل بمعلقة ألماس ده مفيش مشكلة. بقية الأواني جائز استعمالها واستخدامها، حل نحاس، طبق ألمونيا، معلقة استانلس، كل ده ايه جائز مش حرج نستخدمه في كل حاجة. طيب لو انكسر الإناء، انكسر ينفع أصلحه الحمه بذهب؟ لا ما ينفعش، اللي هو المضبب بالذهب. ينفع بفضة؟ ينفع بشروط، أول حاجة أن تكون ايه يسيرة يعني مش كتيرة، مش ما يبقاش مثلا ربع الإناء ولا نص الإناء فضة. تاني حاجة ضبة يسيرة لغير الزينة، ما يكونش هزين بيها البتاع. ينفع الحمه بأي مادة تانية؟ ينفع. ده الكلام مختصر على الأنية، نيجي في الكتاب نتكلم على الميتة بعد كده إن شاء الله. الشيخ بيقول باب الآنية، قلنا الإناء الآنية جمع إناء وهي الوعاء، وذكرها لأن الماء لابد له من إناء يوضع فيه. قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. يباح اتخاذ، قلنا الاتخاذ ان عندنا اتخاذ وايه واستعمال، الاتخاذ للزينة، الاستعمال للأكل للشرب الاستعمال. فكل إناء طاهر يباح استعماله واتخاذه ولو ثمينا، في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح، وجاب الشيخ الأدلة على إن كل إناء طاهر ولو ثمين يستخدم، إلا اللي هيقوله بعد كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، جفع يعني قصعة كبيرة، وتوضأ من تور من صفر، تور يعني قدح أو إناء، صفر يعني نحاس، وتور من حجارة، ومن قربة، قربة يعني من جلد، وإداوة، إداوة عاملة زي الكوز كده، يعني كأن هذا المعنى أن الأصل في هذه الأشياء الإباحة في الأواني الطاهرة الإباحة إلا ما جاء النص بتحريمه. يبقى يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، إلا اللي غير مباح بقى، آنية الذهب والفضة والمموه بهما. يبقى يحرم، لا يجوز إن أنا أستعمل أو أستخدم آنية الذهب أو الفضة أو المموه بهما. المموه إن يذاب الذهب والفضة، الذهب والفضة يتسخنوا لحد الإذابة ويتحط فيهم الإناء وبعد كده يطلع، ده المموه. فيه المطلي، المطلي ان انا اعمل الايه الطبقه اللي فوق بالايه بالذهب والفضه زي كده كاني بغلفه، او المطعم، المطعم ان انا احفر حفر في الاناء واحط في الحفر دي ايه فضه او ذهب. كل هذا لا يجوز، الانيه من ذهب او فضه او مموه بهما او مطلي او مطعم، لما روى حذيفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر في بطن نار، يجرجر في بطن نار جهنم، يعني الصوت، صوت المية وهي بتقع كده بتنزل في البطن، الصوت ده هو يجرجر في بطن نار جهنم. فهنا ايه، هذا ده الدليل على حرمة استعمال استخدام الذهب والفضة. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، طنبور آلة موسيقية. ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر. النساء يجوز لها انها تتزين بالذهب والفضة، مش كده؟ هذا جائز، تلبس حلق، سلسلة، انسيال، اي حاجة من الذهب والفضة للمرأة جائز. لكن لا يجوز للمرأة ان تستخدم آنية الذهب والفضة. ان انها تتزين بالذهب والفضة دي حاجة، وانها تاكل او تشرب في طبق ذهب او في كوبايه ذهب او فضه، او تاكل بمعلقه ذهب او شوكه ذهب، دي مساله ودي مساله. انها تتزين بالذهب والفضه، المراه تحتاج الى هذا، الى هذه الزينه. اما الانيه فجاء النص ولم يفرق النص ما بين الرجال والنساء. العلماء قالوا في تعليل التحريم لماذا حرم آنيات الذهب والفضة، أولا طبعا النص جاء بإيه؟ بحرمة ذلك. حاجة تانية قالوا إن فيه معنى اقتصادي مهم في هذه المسألة، وهو تضييق النقدين وإفساد العملة. إن أنت عارفين طبعا الفلوس الورق اللي احنا بنستخدمها زمان، الفلوس الورق دي دخلت أيام الاحتلال الإنجليزي، قبل كده كان كل التعامل بالذهب والفضة، لأن عصب الاقتصاد هو الذهب والفضة. ولذلك الفلوس الورق ديت لابد يكون لها حاجة اسمها غطاء ذهبي في البنك المركزي. يعني ما حدش يقول لك طب ما الحكومة خسرانة فيها، يعني ما تطبع فلوس وخلاص وتبحبح على الناس يعني. لا، ده تطبع فلوس وخلاص وتبحبح على الناس ديت المركب كلها تغرق. لا، يحصل مشاكل اقتصادية ضخمة جدا. فلو أنا بقى يبقى لابد إن كل ربع جنيه ورق، كل ربع جنيه بيطبع او بيصك، لازم يكون له ايه؟ قدر ذهب في البنك المركزي. وبالتالي لما انا استخدم بقى الذهب ده اللي هو عصب الاقتصاد ده، اعمله بقى معالق وشوك وسكاكين وبتاع، فانا بقى ايه؟ بضيق على الناس وافساد العمله. ايضا من ذلك كسر قلوب الفقراء. لما يجي واحد فقير يشوك بتاكل معلقه ذهب ولا فضه، دي بتؤثر في نفسي. تقول لك طب ما الشيخ قال ولو ثمينا، اللي هو الثاني ده الإناء الثمين، طب ما هو ده كسر لقلوب الفقراء والمساكين برضه. لا، مش كسر. ليه؟ ان هو مين يعرف البلور ولا العاج ولا الالماز ولا ده؟ ممكن واحد يفكرها وازاز بس نضيف شويه، يعني مغسول كويس، الكلور بتاعه كان نضيف شويه، غسله كويس، ما يعرف. لكن الناس، كل الناس تعرف الذهب والفضه ولا لا؟ لكن تعرف الفرق بين العاج والالماز حد؟ دي حاجه نادر ما حد يعرفها يعني. فما فيهاش كسر القلوب الايه؟ الفقراء، غير الذهب والفضه في كسر القلوب. فلان واحد يدخل كده ممكن يكون في غايه التعب والفقر، ويلاقي واحد عمال ياكل بشوكه ذهب ولا معلقه ذهب ولا بيشرب في كوبايه فضه ولا غير من ذلك. اني قالوا أيضا من تعليل ذلك أن استعماله، استعمال آنية الذهب والفضة في الظاهر يؤثر في الباطن، فيكسب صاحبه كبرا وعجبا. ودي مسألة عامة، فيما تأكله وما تركبه وما تستعمله. فواحد تخيل متعود بقى شوكة ذهب معلقة ذهب فضة، الفضة والذهب في بيته كله، لابد أن يؤثر في باطنه تأثير سلبي، قد يصيبه بالعجب والكبر والاغترار والغرور. نفس المسألة يقول لك ما تركبه أيضا يؤثر فيك. يعني واحد راكب عربية مرسيدس زي واحد راكب عربية لادا، زي واحد راكب مشروع الساعة العصفرة، تفرق كتير صح؟ وانت راكب مشروع سالع صفرة متواضع كده وايه؟ ضهرك واجعك من كتر
الكرسي غيره انت راكب في حاجة تانية. أيضا قالوا الإسراف، أن ده فيها إسراف كثير، أن كن الأواني ذهب وفضة إسراف. وقالوا أيضا فيها تشبه بالكفار، أن استعمال أواني الذهب والفضة دي من تشبه بالكفار. قال وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. الأول نقل الإمام النووي والإمام ابن قدامة والإمام ابن عبد البر الإجماع على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. يبقى في دليل من السنة وأيضا الإيه؟ الإجماع منعقد على حرمة الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. نقل هذا الإجماع النووي وابن قدامة وابن عبد البر رحمة الله على علماء المسلمين أجمعين. قال وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء. يعني نقول إيه؟ تصح الطهارة بها ومنها وإليها. تصح الطهارة بها ومنها وإليها. يعني لو أنا دلوقتي بتوضى، فواحد اللي بيصب لي المية بيصب لي من إناء ذهب أو فضة، الوضوء بتاعي صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأن الوضوء بالماء. ماشي، هو إيه اللي يحرم استعماله للإيه؟ للإناء ده، لكن الوضوء بتاعي صحيح. طيب لو أنا الإناء اللي محطوط اللي فيه المية اللي أنا باخد منه عشان أتوضى إناء ذهب أو فضة، وضوئي أنا صحيح والاستعمال اللي أنا بستعمله وبستخدم إناء ذهب وفضة المحرم، لكن الوضوء إيه؟ صحيح. طب لو واحد بيتوضى والمية اللي بتنزل من أعضائه بتنزل في إناء من ذهب أو فضة، وضوء صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح برضه، لأن إيه اللي يحرم في الموضوع ده؟ الاستعمال، إن أنا بستعمل إناء ذهب أو إناء إيه؟ فضة، أما الوضوء فإيه؟ فصحيح. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. إناء الكسر حاجة ألحمه، فألحمه بفضة، يبقى بالتالي ذهب إيه؟ لا، لا يجوز. يبقى أول حاجة بفضة، ثاني حاجة يسيرة ما تكونش إيه؟ وإنها كثيرة، ثالث حاجة لغير زينة. لا، ما هو لو أصله فضة ما يجوش استخدامه أصلا. يعني عندي أنا مثلا، عندي أسن إناء نحاس كويس اتكسر، أو ألمونيوم أو استانلس انكسر، فأنا هلحمه بفضة، هلحمه الأول بذهب ينفع؟ لا ما ينفعش. طب بفضة ينفع؟ ينفع بالشروط ديت، إنها تكون يسيرة وما تكونش للإيه؟ للزينة، يعني مش بلحمها عشان أزينها وبتاع ويبقى ال ال الإناء مزين بالفضة. وأيضا تصح الطهارة قبل ما نعديها، تصح الطهارة أيضا بالإناء المغصوب. لو واحد غصب إناء أو سرق إناء واتحط في الإناء ده مية، ينفع توضى منه؟ هو المحرم هو الإيه؟ الغصب. أما أنا الوضوئي، وضوئي هو عبارة عن إيه؟ جريان الماء على العضو، ده الوضوء. فالماء ده طهور، والماء نفسه لا مغصوب ولا مسروق. الحرمة في ايه؟ في ان ده مسروق او مغصوب. واضح الصورة؟ واضحة؟ ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. مكان الكسر ده سلسلة من فضة، يعني لحمها بإيه؟ بفضة. وبعدين بعد ده الجزء الخاص بالأواني، استطرد الشيخ في مسألتين نوع من الاستطراد متعلقة بهذا الباب. قال وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، الأواني بتاعت الكفار
استعملها ولا ما استخدمهاش، استعملها ولا ما استعملهاش، استخدمها ولا ما استخدمهاش. هدومهم زي الهدوم اللي بسموها السكن هاند اللي بيقولوا عليها بتتباع، ما دي جاي بعضها مستورد جاي من بره، كان ملابس كفار. آنية الكفار وثيابهم طاهرة، طالما هي مصنعة من مادة ايه؟ طاهرة، قميص، سويتر، بنطلون، طاهرة طالما مصنوعة من مادة طاهرة. كذلك الايه؟ الأواني بتاعتهم، حلل، الصحون، المعالق، الشوك، السكاكين، طاهرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. إهالة، الإهالة هو الدهن المتغير الرائحة أو الدسم، المخزز ده. طيب فين الدليل هنا؟ ده بقول لك هو بيتكلم على ايه؟ آنية الكفار وثياب الكفار. وبعدين بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام واحد يهودي ضيفه بخبز وهذه الإهالة، فين الدليل هنا؟ ايوه، الاكل ده هيتحط فين؟ في اناء، طبق ولا حل ولا لا. فده دل على ايه؟ ان هذا الاناء ايه؟ طاهر، لانه لو كان نجس ما كانش النبي كان منه صلى الله عليه وسلم. لا، ما هو انا هو لو هو لو هو الكافر لو هو الكافر جايبه انا ما استعملوش، انا ما استعملوش. انا هو ان كان بيعصي هو باستخدام الذهب والفضه، وزي ما قلنا من ضمن اسباب النهي ان هو تشبه بالايه؟ بالكفار، دي عادات كفار بيعملوها عاده، لكن احنا ما ينفعش يعني نستخدم انيه الذهب والفضه. وتوضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، سميت مزادة لأنها يزاد فيها جلد من غيرها، ودي إناء كده أكبر من القربة بشوي. وهنا توضأ النبي من مزادة، من مزادة مشركة، المزادة الإناء المصنوع من الجلد وفيها يعني مادة أخرى غيره، وكانت بتاعت مشركة، فدل على أن هذا الإناء إيه؟ طاهر، لأن النبي توضى منه. لو كان نجس كانش النبي توضى من هذا الماء اللي موجود في هذا الإناء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذه المرأة، ما قالهاش يعني، ما سألهاش عنه. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. ومن يستحل الميتات والنجاسات، بيستحل أنه يأكل ميتة أو النجاسة زي الخنزير يأكل خنازير، ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. يبقى لهم بيأكلوا ميتة بيستحلوا كده، أو بيستحلوا أكل الخنزير. طبعا لما تحط الميتة تحط الخنزير هينجس الإيه؟ الإناء. طيب هذا الإناء ممكن يكون صيني، مش كده؟ ممكن يكون ألمونيوم، ممكن يكون حاجة تنجس بوجود هذا الخنزير. طيب أنا ينفع أستخدمه؟ فاش استخدمه الا بعد ما ايه؟ ما اغسله. اغسلته يبقى انا ازلت الايه؟ النجاسه، ويبقى الاناء اللي هو مصنوع من ماده طاهره يجوز ان انا استعمله. وما نسجوه او صبغوه او على من ثيابهم فهو طاهر. خياط بيخيط هدوم، خياط كافر خيط الهدوم، او صبغه او نسجه، أو ما على من ثيابهم زي القميص، السويتر، القفطان، السروال، اللي هي الثياب الظاهرة، ما على من ثيابهم فهي طاهرة. وما لاقى عوراتهم، هي الملابس الداخلية، فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه. يعني قال لك الملابس الداخلية، الإمام أحمد بيقول لا، لو صلى واحد لبسها مباشرة وصلى فيها يعيد. ليه يعيد؟ قالوا لأن هؤلاء لا يتنزهون من النجاسة، يعني ممكن يبول ولا يعني يغسل مكان خروج البول،
فيبقى ممكن تكون الهدوم الداخلية بتاعتهم مليئة بالنجاسات. طب لو غسلوا لا شيء عليه، لأنه حتى لو كان نجس يبقى إيه؟ صار طاهرا، لأن إيه؟ غسلت النجاسة وزالت الإيه؟ النجاسة. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة. دي قاعدة قعدها الشيخ. لا ينجس شيء بالشك، أنا شاكك ده نجس مش نجس، طالما أن هذا الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في هذه الأشياء الطهارة. لو أنا شاكك الشك ده ليس له قيمة، لو أنا متأكد أن الحاجة دي نجسة خلاص أجتنبها، لكن الشك لا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، تأكدت أن ده نجس يبقى خلاص أجتنبه. طب شاكك لا، يبقى على إيه؟ على أصله وهو الطهارة. وضحت النقطة ديت؟ واضحة؟ طيب. عمل الشيخ استطراد آخر عن الميتة. الميتة إيه هي الأول الميتة؟ كل حيوان لم يذكى الذكاة الشرعية. يسموه مات حتف أنفه. حيوان مات، الذكاه يعني الذبح. كل حيوان يجوز أكله يعني لم يذبح ذبح شرعي، لم يذكى الذكاء يعني الايه؟ الذبح. لم يذبح ذبح شرعي ده اسمه ايه؟ ميتة. خروف وقع من فوق السطح طب مات، ده اسمه ايه؟ صار ايه؟ ميتة. فرخة مشت ضربتها عربية بقت ايه؟ ميتة. كل حيوان لم يذكى الذكاء الشرعي. هنا في الميتة قسم الكلام فيها إلى أربعة أقسام. الأول لحمها وشحمها. الحاجة الثانية العظم، عظم الميتة يعني، وقرنها وظفرها وعصبها مما ليس فيه دم. العلماء ساعات بيطلق عليه يقولوا لا تحل به الحياة، ثالث حاجة الجلد، جلد الميتة، رابع حاجة الشعر والصوف والريش. ميتة حيوان مات ما لحقناش نذبحه، لحمه وشحمه نجس يحرم أكله وبيعه. يبقى لحم الميتة نجس ولا يجوز إيه؟ لا يجوز أكله ولا يجوز بيعه، لأنه إيه؟ لأنه نجس ومحرم علينا أكل الميتة. طيب العظم، عظم الميتة أو قرنها أو ظفرها أو العصب بتاعها مما لا تحل به الحياة. المذهب واللي ذكره الشيخ أنها نجسة. قالوا ليه؟ قالوا لأنها من جملة الميتة، ده جزء من الميتة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن هذه الأشياء طاهرة، وهي دي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنها إيه؟ طاهرة. يبقى العظم الميت، طبعا الكلام ده كله ليه فايدة هنقولها إن شاء الله بعد كده. عظم الميت وقرنها وظفرها وعصبها
المذهب أنه إيه؟ أن كل هذه الأشياء نجسة من الميتة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها طاهرة. الجلد ده أكبر مشكلة في الميتة كلها. الجلد فيه ثلاث أقوال في المذهب الإمام أحمد. الأول أنه نجس ولا يطهر بالدباغ، إن الجلد نجس وحتى لو دبغناه. الدبغ اللي هو إيه؟ ايوه، بالملح والصبغه والماء، مش ان احنا نديله لون يعني، لا ده. فالقول الاولاني نجس ولا يطهر بالدباغ. القول الثاني ان الجلد اذا دبغ فقد طهر، يعني يطهر بالدباغ. القول الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم، وده الأرجح، هو القول الايه تالت. دي كلها تلات أقوال في مذهب الإمام أحمد. هنقول دلوقتي ان شاء الله هنفصل الكلام ده ان شاء الله. يبقى الجلد نجس، لكن على نجس على القول الاول لا يطهر بالدباغ، يعني جلد الميتة خلاص انتهى، لا يطهر بالدباغ، انا دبغناه ما دبغناهوش، هو ايه نجس لا يجوز استعماله. القول الثاني هو نجس بس لو دبغناه يبقى ايه طهر، يعني كان طهاره الجلد هو ايه دبغه طهارته، لو دبغته يبقى ايه طهر. الثالث ان مش اي جلد هو اللي يطهر بالدباغ، لا ده جلد مأكول اللحم فقط هو الذي يطهر بالدباغ، يعني خروف وقع ميت الجلد بتاعه لو دبغته استعمله. على هذا القول، وده الراجح ان انا ايه استعمله. طيب الشعر والصوف والريش، الشعر والصوف والريش طاهر. طيب ايه فايدة التقسيمة دي يعني، او الموضوع ده ليه يعني؟ الفايدة في حاجتين، اول واحدة اذا وقع شيء من هذه الاشياء في الماء، يعني لو عندي مية وقع فيها لحم ميت وغيرته، هيبقى طاهر ولا نجس؟ هيبقى نجس. ليه؟ لان اللحمة دي نجسة، فلما وقعت في المية وغيرت احد اوصافها صارت ايه؟ صار الماء نجسا. طب لو وقع الشعر بتاع الميتة او الصوف وغير، وقع وغير، يبقى طاهر ولا نجس؟ طاهر. مش ده طاهر؟ مش ده طاهر؟ وقع في المية طاهر، وقع في المية غيرها، يبقى المية صارت ايه؟ طاهر، مش كده؟ طاهر. طيب نفس المسألة في هنا، لو على الرواية التانية ان هو طاهر، لو وقع حاجة من دول في المية وغيرها يبقى المية ما زالت على ايه؟ طهارتها. لو الدبح، لا هي العبرة مش انها وقعت ولا ما وقعتش، العبرة انها ماتت ولا ما ماتتش. لسه ما ماتتش ودبحناها خلاص، مش ميتة، حيوان مذكى ذكاء شرعي. الحاجة التانية، الفائدة التانية في البيع والشراء والاستعمال، يعني الحاجات دي هستعملها ولا ما استعملهاش؟ لو كانت نجسة يبقى مش هينفع استعملها، لو كانت طاهرة يبقى ينفع ايه استعملها. ده التقسيمه بتاعه الايه الميته اللي هيجي الشيخ الكلام فيها بالتفصيل. يبقى لحمها وشحمها نجس، دول الاثنين اللي فيهم الخلاف، الشعر والصوف والريش طاهر، يعني ده نجس لحم والشحم، الشعر والصوف والريش طاهر،
دول اللي فيهم خلاف العظم والقرن. الرواية الثانية بتقول انها ايه طاهرة، هناخد الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله نفصل فيه. الجلد الرواية الثالثة هي الايه الارجح اللي هي ما يؤكل لحمه اذا دوبغ فقد ايه طهر. تفاصيل بقى ناخدها المرة اللي جاية ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.